السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحب الكرام، اليوم راني في بيت الأجداد. هذا البيت بالذات مات فيه زيغود يوسف هنا في دوار رمان ولاد يحيى. لكن تشوفوا اليوم رجعنا نشوفوا الذكريات. بيت تهلهل شوية ولكن مازال. لكن تشوفوا الله يبارك، ياما ناس عاشوا في هذا البيت. ياما هذا راهو المطرح تاع ياما جبتو. ان شاء الله هم هم يا مريم.